ايوه معلش مروان معذور، قلبه محروق على ولده اللي كان بيتمناه من الدنيا، واي كلام يتقاله هيخلي عقله يودي شمال ويمين. بس لو بتتهم ريتال ان هي اللي قتلت ولدك يبقى لازم تتهمنا كلنا. ايوه ريتال ما طلعتش من البيت الا عشان تشهد في النيابه باللي حصل. ايوه صح، بنتي ما طلعتش بس في غيرها هو اللي طلع. ايوه ما تبصليش كده، جبريه صحة الحزن لبست وتخفت وخرجت من هنا من البيت، دلها في سنانها، ما حدش يعرف هي راحت فين ولا جت منين. تدبيت يا مرة؟ انت اللي اتجننت يا جبريه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا كريم؟ هو اللي بقوله لك ده هو اللي حصل. خبر ايه يا مروه؟ ليه باصص لي كده؟ لا حبيبي اياك تكون مصدق اللي بتقوله المرضي. لو بيدي هلا فيكم دلوقتي كلكم